الله شلونك؟ بخير الحمد لله يا اهلا وسهلا. جاهز يا عبد الله؟ باذن الله جاهزين. طيب باذن الله يكون المتسابقين جاهزين. قل لي مين اللي معك؟ معنا المتسابق عمر فخر الزمان، حياك الله يا عمر. الله يحييك. هذا عمر جاهز؟ ناخذ معه بعض الاسئله. عمر مستعد ان شاء الله اليوم؟ ان شاء الله مستعد. تقدم اداء جميل باذن الله؟ باذن الله. في اي حلقات يا عمر؟ في حلقات ثعلبه بن حاتم. ما شاء الله تبارك الله، كم تحفظ من القران يا عمر؟ احفظه كاملا ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. مستعد يا عمر؟ شاء الله. تفضل يا عمر. عمر واحد من أصغر المشاركين في التصفيات الأولية والأداء المباشر، عمره لا يتجاوز 11 عاماً، إلا أنه استطاع رغم صغر سنه أن يجتاز التصفيات الأولية بنجاح بعد أن أقنع لجنة التحكيم بأدائه. عمر القراءة جميلة، الغنى والمدود ما شاء الله تبارك الله تقريبا متوازية، يعني غنانك جميلة، قراءتك هادية كذا برساوة، على أنك جيت في البداية كنت خايف. ما شاء الله تبارك الله عمر، قرايته حلوة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. حتى تجويده ما شاء الله حلو زيه كذا، ما شاء الله. ممتاز ما شاء الله تبارك الله، رائع، أحسنت. وحصل على 3 أصوات منحته التأهل لمرحلة الأداء من برنامج سنابل المدينة. جاء إلى هنا وكله إصرار على أن يقنع بأدائه معلم القرآن المحكمين وأن ينضم إلى فريق أي منهم. ترى هل بإمكانه تحقيق ذلك؟ العمل تجلى نوره ودنت سنابل خيره أملا، به تعلو مراتبنا فيا طوبى لمن حملا وطيبة في سنابل. أهلا وسهلا، جاهز حبيبي؟ جاهز. يلا بسم الله، أنا أتركك مع لجنة التحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا
شكرا لك يا قارئنا. تعال هنا حبيبي تعال. بسم الله. استمعنا إلى هذه القراءة الجميلة. انتقل الآن إلى لجنة التحكيم. شكرا. لجنة التحكيم أبدأ بالشيخ صابر. ملاحظتك على القراءة. أولا تبارك الله يا شيخ عمر، قراءة جميلة رائعة، فيها ثقة أولا، واثق في نفسك ما شاء الله تبارك الله. التجويد ممتاز جدا بالنسبة لسنك، يعني أنا وأنا في عمرك يا عمر ما كنت أساوي نصف قراءتك ولا ربع قراءتك. صحيح. فأنا أحييك وأحيي والديك وأحيي معلميك وكل من ساهم في يعني إنضاج هذه السنبلة الجميلة وهذه الثمرة الجميلة. أنت صغير يا عمر لكنك كبير في قراءتك للقرآن، وأنت قدوة لغيرك حقيقة، يسمعك يراك الآن ويشاهدك يعني آلاف بل ملايين ممن يحب القرآن وممن يتمنى أن يكون مثلك، فلك أجمل التحية. لكن سأعرض عليك أدائين يا شيخ عمر، وأنت قل لي أيهما أحسن. طالع بس للشفتين، أقرأ مثلا والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، في فرق بينهم؟ ما الفرق بينهم يا عمر؟ الأول. أعيد مرة ثانية. والنجم إذا، والنجم إذا. الأول هو أنتم تفتحون الشفتين. يا سلام عليك، يا سلام عليك، جميل. الغنة في النون حاول تبعد الشفتين عشان تخرج نون، أو بتنطبق الشفتين راحت النون وتحولت إلى ميم، أصبحت والنجمي وليست أصبحت والنجمي. واضح يا شيخ عمر؟ يعني لو تسمع أي واحد من الناس يقرأ كده قل له لا افتح الشفتين، هذه نون ليست ميم. يا سلام. تنبيه ثاني ولا في وقت ولا ما في؟ والله طيب سريعا إذا كان موجود الشيخ صابر. يا سلام. لو واحد قرأ يا عمر ما زاغ البصر، ما زاغ البصر، 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 تختار الأولى ولا الثانية؟ تختار التدقيق ولا تفخيم الباء؟ البصر أحسن ولا البصر أحسن؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى. الأولى. أحسنت، أنت رائع حتى في اختيارك وتقييم، أنت تقيمنا الآن يا شيخ عمر. ما شاء الله، شكرا لك يا شيخ صابر. روح دكتور يوسف. حياكم الله، حياك الله يا عمر. ما شاء الله متميز حتى في وقفتك واستماعك للشيخ صابر، جزاك الله خير. يعني لن أزيد على ما ذكر الشيخ أكثر مما قال، لكن أيضا أنا لاحظت أن الشفة تشتغل معك في جميع الحروف، يعني أغلب الحروف تحصل الشفة هذه شغالة، حتى الراء ما سلمت منها شفة. يعني بسم الله الرحمن، ها ما تقول الرحمن، تقول الرحمن. هذه واحدة. الشيء الثاني من سلطان، لاحظتك ايضا هي تابعه لما ذكر الشيخ، من سلطان وليس من، ها لاحظ كيف في السين ليس لها علاقه بالشفه. ايضا الحاء في قوله تعالى اوحى، حاول تعطيها همسه وليس شحطه مثل ما سويت انت، اوحى ما تصلح، صحيح اوحى، لكن حقيقه يعني لا يعني هذا ان عليك ملاحظات كثيره، لا هذه تقويم بس. يا سلام. ولا الحقيقه ما شاء الله متميز الى اقصى درجه. يا سلام، شكرا لك دكتور يوسف. شيخ عبد الرحمن. اولا انا احب اؤكد على كلام المعلم صابر على قراءه الطالب عمر، لانه ما شاء الله تبارك الله القراءه كانت جميله، واثق من نفسه في حال القراءه، غننه ومدوده كانت جدا رائعة. أيضا مما جذبني صراحة في قراءة عمر القلقلة كانت واضحة، يعني تسمع القلقلة بمعنى تعريفها القلقلة حقيقة، ما شاء الله تبارك الله. وبحكم أني كنت مع عمر في الحلقات السابقة أفتكر أنه قرأ بشبه للشيخ محمد أيوب، حتى شبه الشيخ محمد أيوب، لكن اليوم ما شاء الله خرج لنا بوجه آخر بطريقة أخرى عن القراءة. لكن هذا لا يخلو أيضا من بعض الأمور التجويدية، مثلا عندنا صفة التاء عمر الهمس، وصفة الطاء فيها الاستعلاء، عندما تنطق بالطاء المكسورة لا تخليها مثل التاء، انطق فيها طاء وضحها. أيضا أمر أخير وهو تفخيم الغنة عند حروف الاستعلاء، فخم الغنة بعدها حرف فخم، خليها فخمة مثل الحرف الذي بعد. الله يوفقك عمر. شكرا للجنة التحكيم، كذا حتكون ملاحظاتكم على الكل جدا دقيقة، مستوى عالي جدا.
ايش خليته المرحله اللي بعدها شيخ صابر؟ لانه شيخ، لانه ما شاء الله لو مستواه ضعيف كنا نزلنا في التنبيهات. الان حيبدا معنا التوقيت في دقيقه الاختيار. هل لجنه التحكيم توافق على انضمام عمر لفريقها؟ كل عضو من اعضاء لجنه التحكيم هل يوافق على انضمام عمر ويعطيه الضوء الاخضر ام لا؟ معكم لجنه التحكيم، التوقيت بدا. بسم الله. عمر، عمر راح الدقائق. عمر تتوقع احد يختارك؟ ها 45 ثانية، 44، نص الوقت يا عمر. ها ها يا عمر. طبعا عمر إذا ما حد اختارك حنقول لك مع السلامة وفي أمان الله، إلا إذا ممكن يكون في استرجاع، حأشرح وأنا بعد شوي. لجنة التحكيم، أها ما شاء الله تبارك الله، شيخ صابر أعطى الإضاءة الخضراء، باقي 15 ثانية، 15 ثانية. أنت كذا الآن ضمنت يا عمر صح؟ ضمنت وجودك مع الشيخ صابر. نشوف، أها الشيخ عبد الرحمن أعطى إضاءة خضراء كمان، الضوء الأخضر من الشيخ عبد الرحمن، انتهى الوقت. شكرا للجنة التحكيم في الاختيار، شيخ صابر، شيخ عبد الرحمن. عمر تحت الصوت الحين مبسوط صح؟ طيب الحين شوف لجنة التحكيم. ما يزعل مني بس، ها ما يزعل مني؟ لا لا أكيد. عندك صوتين ما شاء الله تبارك الله، الآن عندك فريقين، فريق الشيخ صابر فريق الشيخ عبد الرحمن، من حتختار؟ فكر. اي فكر بس ما يصلي استخاره، يعني ما فقت صلاه استخاره. فكر بس بدون صلاه استخاره، فكر. ها الله يحفظك، استعن بالله واختار. يلا مع الشيخ عبد الرحمن. مع الشيخ عبد الرحمن. اذا نقول للشيخ عبد الرحمن الف مليون مبارك، انضمام اول طالب في فريقك، تجلس هنا على اليمين. على اليمين، ها نغلق الإضاءة الخضراء. شكرا للجنة التحكيم. الآن عمر انضم إلى فريق الشيخ عبد الرحمن الشريف وحيكون موجود.